بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا إلى قول الله سبحانه في درس التفسير إلى الآية 39 من سورة النحل، قول الله عز وجل: ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إلى أن يقول: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. طيب، الكلام في الآيات، مرة في الآيات السابقة أن هناك حوار بين الملاحدة أو الذين لا يؤمنون بالغيب أو الذين لا يؤمنون بالبعث والنشور، يعني بما بعد الموت، اللي يتقدم في الآية: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وقلنا إن هذا من تناقضهم، من جهلهم، أنهم يؤمنون بالإله ولا يؤمنون بالبعث والنشور، وهذا تناقض واضح. إذ كيف تؤمن بإله وفي نفس الوقت لا تؤمن بأنه سوف يعيدك كرة أخرى؟ لأنه قلنا إن النشور أو البعث بمعنى الإحياء بعد الموت، فلسفته ما هي؟ فلسفته للمحاسبة، للمكافأة. يعني ما دام احنا قلنا احد أدلة يوم القيامة، الأدلة، العقل يثبت انه لابد، ما دام هناك إله لابد ان هناك حساب وكتاب. إله لازم ان يسأل، مقتضى ألوهيته انه مسؤول، فبما انه مسؤول معناته راح يحاسب. اما إله لا يحاسب، هو إله معطل مع وقف التنفيذ، ولا يوجد هكذا إله. نعم، هم أرادوا آلهة لا يحاسبونهم، ولذلك تمسكوا بهم لسهولة، يخلق له، يجعل له صنم لا يحاسبه، الصنم إجي. فإذا كون إله لازم إله من لوازم الألوهية المعاد، من لوازم الألوهية المعاد، لأن المعاد هو يحقق المساءلة: لما فعلت ولما لم تفعل؟ لأنه لا معنى لمسؤول لا يتابع مسؤولياته. والله هو عرف عن ذاته العليا، قال: حي الحي القيوم، يعني هو ناظر ومطلع بعد، وهو الذي يجري الأمور ويديرها، ومقتضى هذا أنه يسائلنا. إذن قلنا أن أحد أدلة يوم القيامة هو الدليل العقلي، المعاد الدليل عليه دليل العقل. طيب، هذه من لوازم الإلهية أن يكون هناك معاد ومساءلة، إذ لا معنى لإله لا يسأل ولا يحاسب. مقتضى الإله أن يكون يحاكم ويسأل، وبالتالي لهذا نشوف فلسفة المعاد. إذن المعاد، هذه الدعوة تلتئم مع الإيمان بالإلوهية، تنسجم مع، يعني هي السياق الطبيعي لوجود إله أن يكون هناك يوم قيامة. هذا واحد. هؤلاء من غبائهم أو من خبثهم أو من نتيجة عدم فهمهم للأمور، يؤمنون: أقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت. كيف تعترفون بإله ولا تقرون له بالمعاد؟ هذا تناقض، لا ينسجم هذا الأمر مع إيمانك بالله وعدم إيمانك بالمعاد، لا يمكن
لأنه ما دمت آمنت بالإله لجب أن تؤمن بالمعاد. هذا جانب. لاحظ اليوم راح يبين فد آية، الآية هذه راح تبين فد شيء من لوازم الحق والإلوهية. قال أو لوازم يوم المعاد، يعني شنو فلسفة يوم المعاد؟ فقط المساءلة؟ الله يجعل يوم القيامة فقط لأن يسألك يعاقبك أو يثيبك؟ قال لك لا، أكو فرد فائدة أخرى ليوم المعاد، وهي لكشف الحقائق، ليبين لهم الذي يختلفون فيه. يعني أحد فوائد يوم القيامة هي كشف الحقائق. هذا الذي كنتم تختلفون فيه، الآن ايش قد عندنا قضايا علمية نختلف فيها، قضايا كنا نتصور أننا نفهمها وإذا بنا نجهلها، كما أنه في حياتنا اليومية أنت تتصور أنك ماخذ فكرة عن زيد من الناس أنه رجل صالح وإذا واقعه رجل خبيث، كنت تتصور خير وإذا به شرير. هاي أيمتى تعرفها؟ تعرفها يوم الكشف، يوم الحقائق، يوم الحقيقة. كثير من الأشياء الآن الناس اللي ماتوا قبلنا وقبل أن أكو حقائق طلعت لنا الآن ما كنا نعرفها، مثلا أفرض ذول الذي ماتوا قبل قرنين من الزمان وكانت البشرية كلها تعتقد تبع لنيوتن، مثلا تعتقد بالكون الساكن، هذا أعظم عقل بشري في القرن العشرين، أينشتاين كان يعتقد بالكون الساكن تبع لنيوتن. طيب هاي البشرية اللي ماتوا ويعتقدون بالكون الساكن، اليوم احنا نعتقد بخرافية الكون الساكن، وأن كل شيء القرآن يعبر عنه يسبح باسمه، في فلك يسبحون، في فلك يعني بحسب طبيعته، يعني عبادة الأشجار، تسبيح الأشجار مو مثل تسبيح البشر، مو مثل تسبيح البقر، مو مثل تسبيح السمك، كل شيء. ما المقصود بالتسبيح؟ تسبيح هذا الفيزيائيين يسمونها حركة، أن كل شيء يتحرك بالكون مو ساكن. الدين يعرف الحركة يقول هاي عبادة، ولكنكم شي عبر عنها لا تفقهون تسبيحهم. من آيات الحقائق العلمية الفذة هي هاي الآية، ما من شيء إلا ويسبح باسمه، كل شيء يسبح باسمه ولكنكم لا تفقهون تسبيحه. أنت تشوف هذا الضفدع اللي يخرج هاي الأصوات المعينة وهو في بركة نتنة، إذا بتشرب منها تموت، تستقذر رائحتها وطعمها، وجوز هاي الأصوات تزعجك وتحاول تجيب مبيدات حتى تقضي عليها. هاي حركة في الحياة، هاي حركة لها أصوات ولها موسيقى معينة، هو عنده موسيقته، عنده طورة وعنده النوتة مالتها، لأنه ولذلك الآن أكو علوم تبرمج هاي القضايا، تفسرها، تفسرها. الآن أكو افرض علم يسمونه علم الأحياء، يدرسون حركة الحيوان، حركة الطيور، حركات النبات، يعني كل شيء فيه حياة هو عنده حركة بطبيعته. وإن الدين ينظر للوجود أعظم من هيك، يقول مو بس هذه الوجودات تتحرك، لا، يقول حتى الجمادات أنت تتخيلها صامتة هي لها حركة. الدين يسميها تسبيح، أن الجبال تسبح، أن الأحجار، الأمطار، الريح والهواء، لا، ولكنكم لا تفقهون تسبيحهم كما أننا لا نفقه تسبيح الحشرات والمدري. اليوم علم الأحياء تطور تطور مهول، يثبت مثلا لنا أن للحشرات لغة، للطيور لغة، ولذلك عندها برنامج معين، قوانين احنا نسميها قوانين، هي فطرة معينة تهاجر بالخريف بالشتاء مكان بالصيف، هذا كله في فلك.
هذا يشمله في فلك يسبحون، يعني شنو فلك؟ يعني قانون، يعني كيف هذه سكة القطار، القطار محبوس بهاي السكة وما يجري عنها، وإذا راح يهلك ويهلك. ها الطيور مثل الكواكب، الآن الكواكب المجرات، الشمس، الأرض، درب التبانة، كل هاي تمشي في فلك إلها خاص، سكة إلها معين، إذا راحت وفرطت عنها هلكت. حجر صغير يجي الآن يخرق الحدود ويدخل على الأوزون ويبهذلنا، بهذل الكرة الأرضية يحرقها. الطيور هم إلها فلكها، يعني إلها خطها، الحشرات إلها خطها، النباتات إلها، لا إله إلا هو. القرآن شي يعبر في فلك يس، يعني كل هذا الفلك يقصد به شنو الفلك؟ بعض المفسرين يقول لك يعني الجو مال الفضاء مالتها، الخط الهايوي مالها، شارعها، لا قانونها. الفلكين يعني القانون مالتها التي تتأطر به، تتقنن به، ما تحيد عن قانونها. الآن هذا قانونها كل بحسبه، فهذه الضفدع هذه إلها قانونها، ولا يمكن أنت تحاسبها بقانونك أنت. مثلا أنت تفيق الصباح تنام أول الليل، هاي القوانين مالتك، هذا فلكك وقانونك، والله فرض عليك تسبيح من خلال قانونك أنت، كل بحسبه. وبذلك ما تقدر تخرق هذه القوانين، وإذا دخلتها خرقت الطبيعة مالتها، خرقتها وخرقت طبيعتها، انت خربت قانون الطبيعة، راح تتولد عندك اشياء ما كنت تعرفها. لاحظ، افرض امراض، تطلع لك اشياء خلقة مقلوبة، مثل ما البشر لعب في الدي ان اي والقانون الوراثي، ورادي الان قاعد يتصرفون تصرفات عجيبة غريبة. لاحظ، كل هاي لها اثار سلبية لانه لا يحترم قانونها. اليوم نفس الشيء، الكون كله متحرك، وهي الحركة الدين ينظر لها عبادة، ولكن كلهم بحسبه، عبادة الأشجار، عبادة الطيور، مو مثل عبادتك أنت، ولكنها تعبد الله بقانونها بحسابها. لاحظ، إذن فكل شيء له حساب، له كتاب، له وضع قانونه. اليوم افرض ذولي اللي قبل 200 سنة ماتوا ولم يكتشفوا هاي الأشياء اللي هي من خلالها ايش راح نعرف؟ راح نعرف عظمة الله عز وجل. الله لماذا خلق هذا الكون بهاي الدقة؟ كان يقدر يخلقه فوضوي، كان يقدر يخلقه ولا يدل عليه، ولكن الله وضع لمسة له، يعني آية، وله في كل شيء آية. هذول من يعرفونها؟ رجال الله أحب خلقه إليه، أطلعهم على سر، مثل ما أنت أقرب الناس إليك، أحب الناس إليك، ترفع ويا الكلفة وتطلعه على وضعك وعلى سر، هو هاي قانون طبيعي. هذا الله عند مخلوقات أقرب شيء إليه، جعل فيهم كل خير، جعلهم نموذج ومظهر لإرادته، وهم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه. واحنا راح يجي بحث النبوة في العقائد، أن ذكرنا في شيء، ذكرنا هذا، أن خاتميته صلى الله، كون آخرهم هو أفضلهم، يعني أفضل البشر هم الأنبياء لأنهم الأكمل، وأفضل الأنبياء آخر الأنبياء لأنه نسخ كل شرائع الأنبياء. فإذا تبين أنه هو، انكشف أنه هو صلى الله عليه وآله أعظم مخلوق، أعظم إرادة خلقه، خلقتها السماء، هو صلى الله عليه وآله. وبالتالي من المنطق الطبيعي، العقل يحكم بأنه يعلم كل شيء، يعلم كل شيء. ولذلك أنا أطلقت عليه تسمية، سميته نبي الحقيقة، هو يملك الحقيقة المطلقة حصرا، لا موسى ولا عيسى، ماكو واحد يملك الحقيقة المطلقة إلا هو صلى الله عليه وآله في كل شيء.
ولذلك تعرف ليش النبي أكثر نبي استعمل علم الغيب، فتح هاي المصابيح علمية غيبية آثار وبركات. ايش معنى هذه؟ لكي تدل عليه صلى الله عليه وآله تماما كما فعل الله مع البشر. الله كيف يدل عليه؟ شلون الله يجعل مصابيح تكشف عن ذاته العليا؟ من خلال آياته، من خلال براهينه اللي ينثرها في الخلق أجمعين، فله في كل شيء آية. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله هذه البراهين اللي خلاها اللي تكشف عنها. لا يوجد برهان أقوى من علم الغيب، هذا سلاح ودليل أعظم من موسى ضرب العصا وانقلابها بثعبان مثلا. ليش؟ لأنها قضية في واقع وانتهت. اليوم العلوم التي كشفها النبي صلى الله عليه وآله، وأكو ناس في ذاك الزمان ما إلها كان ممكن أن تستقبلها البشرية لأنه كان سابقة لأوانها، فأودعها لأسراره لخليفته وصيه، وبالتالي وصيهم لازم يكون من سنخة من نفسه، يعني ما يكون فتفجوة بينونة بيناتهم. نبي مدينة علم يجي واحد يخلفه يقول يسألوه عن الأب يقول ما أعرفه، شو قد فارق بين ما يكون نسبة بينه وبين أنت خليفة مين؟ لازم بيناتكم فرد سنخية حتى تخلفه. لا يمكن أن يكون واحد غريب من الشارع يجي يخلف مدينة العلم وما بيناتهم أي انسجام، ما بيناتهم أي وجه تشابه. إذن لازم هذا مدينة العلم يكون خليفته مثله، يشبهه في لا يسأل غيره، تكون الناس محتاجة إليه وهو غير محتاج لهم. ولا يوجد رجل يثبت هذا الشيء إلا علي بن أبي طالب وأولاده الصالحين البررة الميامي. المهم خلينا نوصل هنا، ذول اللي راحوا قبل 200 سنة ماتوا ولم تنكشف لهم حقائق احنا اليوم نعرفها، منها افرض كروية الارض، ماتوا على اساس ان الارض ان الشمس تدور على الارض وان الارض هي محور الكون، مو قبل 200 سنة الناس هيك كان. احنا لو كنا قبل 200 سنة يجوز كنا نقول بهاي القضية، احنا الان عرفنا هاي المسألة. هذول متى يعرفوا راح يكتشفون هاي الحقيقة بأن الأرض لا قيمة لها، كأنه هباء، كأنها ذرة في فضاء، وهو فعلا ذرة في فضاء. متى يعرفون هاي؟ بالتالي حتى يعرفون عظمة الخالق، لأن الله سبحانه وتعالى لما يبين لك هاي الوجود يريد منك أن تشوف هذا الوجود حتى تعرف قيمته، ما وراء هذا الوجود شنو من شيء عظيم، شنو من موجود عظيم، شنو من نفس عظيمة ومن قدرة لا غير متناهية تعرفها من هاي الموجودات. قل فسيحوا في الأرض فانظروا، الله يريد من عندنا نسيح ونشوف ونقرأ آياته، مو هاي من أعظم الأشياء اللي يحبها الله، وهو أن تراه في آياته، أن ترى آياته وتستكشفه في آياته. إذا الإنسان يوصل لهذا المستوى الله يحبه. أميرون يقول ما رأيت شيء أو نظرت إلى شيء أو رأيت شيء أن لا رأيت الله قبله وبعده وفيه. هالنظرة هاي اللي ينظر لها أمير المؤمنين للوجود تجعله حبيب عند الله، قريب إلى الله عز وجل. الله يريد هيك شيء من عندنا. فبالتالي ذول اللي ماتوا ما عرفوا، متى يعرفون؟ يعرفون يوم القيامة، يوم تنكشف الحقائق وتروح البصائر، تنكشف البصائر بعد ماكو شيء مخفى، ماكو شيء مخفي، كله مكشوف، وتنكشف الأمور، حقائق الناس، الحقائق العلمية اللي اختلفنا فيها، فنعرف شنو، فنعرف عظمة الله. ولذلك ذول اللي يدخلون للجنة قبل لا يدخلون، خلون قدامهم بالجنة، يدخلون وهم أصحاب يقين، أصحاب يقين يلا يدخلون الجنة، كما أن أهل النار يدخلون النار وهم أصحاب يقين. لا يدخل النار رجل شاك، لأن إذا شاك
يعني بعده ما قايم عليه الحجة، ما يروح للنار، أليس أستعذبه؟ بعد شاك. وهذا اللي يدخل الجنة لا يدخلها شاك، لأنه ما يستحق يدخل الجنة، لأنه راح يأخذ خلود أبدي وهو شاك، لازم عنده يقين. فإذا أهل الجنة عندهم يقين، يعني انكشفت لهم كل الأمور ويقين بالله. أهل النار هم عندهم يقين، انكشفت لهم كل الحقائق، وعرف الله حق معرفته، ولكن لا تحين مندب بعد ما كفقت، لأنهم في الدنيا كانوا ضائعين، بالآخرة انكشفت الأمور، ولذلك يدخلون ندمانين، يدخلون يتوسلون. ليش؟ لأنه انكشفت لهم الأمور. إذن أحد فوائد الآخرة هي كشف الأمور ليبين لهم. ولذلك شوية الآيات جد راقية عظيمة، يعني تنسجم مع الإلوهية، تنسجم مع يوم المعاد، أن يوم المعاد يبين لهم الذي يختلفون فيه. لأن أنتوا راح تختلفون، أنتوا راح يكون بيناتكم اختلاف في الحياة الدنيا، هذه راح تنكشف الحقائق يوم القيامة، يوم الوعد. الآن أفرض قضايا علمية، إيش قد ناس اليوم تختلف بين قضايا علمية تؤدي إلى دماء وتكفير، يا ترى هذا اللي يذبح لواحد لا يؤمن معه بفكرة ويذبحه ويحتسب عند الله ويذبحه، هذا لما يموت يروح يوم القيامة ويشوف أن الذي ذبحه أفضل منه عند الله، وأنه هو من أهل النار مو هذا المذبوح. لو فرضنا أن هذا يذبح معتقد أو كبيهم، لا سياسيين، هو يقتل للسياسة، مزجها بالدين، والدين منه بريء، لأنه كأشياء واضحة لا يقبلها دين. أي متدين اللي يقتل الناس ويستعرض الناس؟ أي دينها؟ أي إله يقبل أنه تعمل هيك باسمه؟ لكن لو فرضنا أنه معتقد، يجي يوم القيامة راح يشوف أن هذا اللي سواه بالنار. افرض قتلت الأنبياء والصالحين من أولاد الأنبياء، هو يعلم أن قتله لهذا النبي أو لهذا العظيم خطأ ما يجوز، ولكن أخذ. لو فرضنا واحد معتقد، يقولون الحجاج سأل سنان، سنان لعنة الله عليه اللي قتل سيد الشهداء، يعني اشترك في سيد الشهداء، سنان هو مهد للشمر، يعني أباد الحسين، قطع قطع بس ما قطع رأسه، الشمر فقط أجهز عليه أخذ قطع رأسه، فحسب على أنه هو قتل الحسين، ولكن اللي أذى كثير هذا الملعون. يقولون وهذا بقى ما قتل، بقى صار يعني كبير في السن، فأدرك الحجاج، دخل على الحجاج ذات يوم وسأل الحجاج من هذا؟ قالوا له هذا سنان. فسأل الحجاج كيف قتلت الحسين؟ شلون قتلته؟ صف لي كيف قتلته. قال دعسته بالرمح دعسا، يعني ظليت أدتش بي بالرمح كثيرا، وهبرته بالسيف هبرا، قطعته بالسيف. فش قال الحجاج؟ كرهه، جزع من عنده، من طريقة كلامه كأنهم يستلذ بهذا التعبير، وقطعته وهبرته بالسيوف هبرا. قال ما أبعدك، لا يجمع الله، لعمري لا تجتمع أنت وهو في مكان يوم القيامة، لا يمكن تجتمع ويا أنت بيوم القيامة في مكان، يعني أنت إذا الحسين بالجنة قطعا أنت بالنار. هالشي يقصد فيه، لعمري لا تجتمع أنت وإياه في مكان واحد يوم القيامة، لا يمكن. يقولون قال ألا تأمر لي بشيء؟ قال إيه، أمر له بخمسمائة درهم، 500 درهم. يقول فلما راح، ولا راح، قال الحجاج لا تعطوه إياه. تخيل هالحجاج قد خبيث، قد قاسي، قد مجرم سفاح، ولكنه استفضع جرمه وكره منظره،
وأنه يتباهى بقتل الحسين. طيب سؤال، هذا معتقد اللي يعمل بهيك الطريقة معتقد وقتل ليش تأذي؟ معناته معتقد الملعون. شنو من اعتقاد منين إجا ما أدري، بس معتقد. شو وقت يعرف من يروح هناك ويشوف سيد الشهداء يصول ويجول بالميدان، هذا الذي هبرته بالسيف وين وانت شنو سويت فيه؟ هذا جزاء إلى لاحظ. بالتالي لازم يوم قيامة أكو، وإلا ماكو عدل. متى ينصف الحسين من سنان؟ ها لاحظ. إذن لازم أكو يوم قيامة هو يحقق العدل الإلهي، وإلا هذا الذي فعل هكذا متى يأخذ جزاءه؟ وبعدين هو لازم يندم، لازم يندم. يقول بعد فترة أخذ يتبجح بقتل الحسين، يقولون أخذ قام يشعل السراج أو يصلح السراج فأخذته النار فاشتعل نارا في الدنيا مات قبل الآخرة. الغرض إن هذا الذي يفسق ويذنب ويعصي ويرتكب العظيم يوم وهو معتقد لنفرض، متى يعرف الحق؟ لازم يجي مات على هذا الضلال. شو وقت يعرف؟ مثل مسرف بن عقبة، مسلم بن عقبة اللي أباح المدينة 3 أيام وراثت خيله في مسجد رسول الله واستحيوا النساء وقتلوا الرجال والأطفال، انقتل مقتلة عظيمة من الناس في المدينة واقعة الحرة 3 أيام. لما الراد اللي راح المكة يحارب ابن الزبير بالطريق ادركه الموت واحتضر راد يموت، فكتب وصيته، كتب إني لا أعتقد بعمل يقربني إلى الله أفضل من واقعة الحرة. لأن هاي الأعمال اللي عملتها، قتلت الناس واستباحيت نسائهم وحتى مسجد الرسول حرقوا المنبر وعملوا عمايل، يقول هاي ما عندي عمل يقربني من الله أفضل من هاي، لأنها في طاعة أمير المؤمنين يزيد. طيب هذا هو قاعد يموت يقول أنا هذا اللي سويته هذا أفضل شيء تقرب به إلى الله. طيب هذا الآن مغرر به لهالدرجة؟ لو نفرض صادق هذا مثلا، وأنا أشك، لكن لو نفرض كلامه صادق في بيت قناعته أنه مقتنع، وإلا أي قناعة؟ هذا أي مسلم يقتل ويستبيح ويهلك ويهتك مسجد الرسول؟ ولكن لو فرضنا أنه فعلا يصدق في كلامه، شو وقت يعرف الحقيقة؟ يروح لازم يجي يوم القيامة يعرف اللي قاعد يصير، سوى من جرائم لا يمكن تغتفر. عندما يكبب على النار وكلما نضجت جلودهم بدلنا لهم جلودا غيرها، ليش؟ لأنه حتى يعرف شنو جرمه سوى، بالتالي ليبين لهم. هذا شيء منطقي جدا ينسجم مع الحق، مع الإلوهية، مع المعاد، ليبين لهم. إذن أحد فوائد يوم القيامة ليبين لهم حتى تنكشف، وحتى يفرج عن قلب المهموم المظلوم اللي أخذ بالدنيا ما أخذ حقه، وهذا العفريت الظالم الذي أكل الدنيا على الناس راح يأخذ جزاء في يوم القيامة. ليبين لهم الذي يختلفون فيه، هاي فائدة من فوائد يوم المعاد. وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، ذول اللي كانوا معتقدين في الدنيا وحرفوا الناس وأذوهم وغيروا دينهم راح يعرفون نفسهم أنهم كانوا كاذبين، كانوا كاذبين. طيب يعني شلون كاذبين؟ وهم إذا هم بالدنيا كانوا كاذبين بالآخرة هم كاذبين. إذا هم يعني هذا الدجال يسوي له دين بالدنيا يعرف روحه كذاب، فبعد شنو يعلم بالدنيا أن بالآخرة هم كذاب؟ يقول لك لا، هو كذاب في نفسه لكن عند الناس صادق، الناس تصوره صادق. يوم القيامة راح الناس تعلم أنه كاذب، فضلا عن أنه يعلم بنفسه كاذب، الناس راح تعلم كذبه. بعد أكو ناس منحرفين ويتوقعون أنهم هم هذا ويعتقد أنه انحرافه سليم صحيح، راح يجي يوم القيامة راح يعرف نفسه كذاب ليس على
طريق المستقيم. إذن هي كشف الحقائق، وبالتالي تعبير ليبين لهم، تنكشف الأمور يوم القيامة. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لا تقول يوم القيامة شلون راح يصير، شلون راح تجي الدنيا، شلون تهلك هاي البلاد والعباد والأرض والسماوات، كيف تنتهي ويجي هذا اليوم. فيجاوبك أنه ماكو زمن بعد. إنما قولنا إذا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذا مثل ما تقول دفع دخل مقدر أو جواب على إشكال مقدر أو تساؤل، خلينا نقول مشروع، وهو أنه كيف راح يصير يوم القيامة، شلون راح يسوي الله، شلون يمهد له، شلون إذا هي أفرض الكون عمره 4 مليار سنة أو الدنيا بقت غاز 4 مليار سنة وبعدين صارت أرض، ها القيامة شلون راح تصير، شلون راح تهلك البلاد وشلون راح تجي. قال لك هنا إنما قولنا، يعني لا تقول هاي الشغلة تطول أو كيف راح يسويها ربك، راح يسويها بكون فيكون، يعني يوقف الزمان. ليش؟ لأنه الزمان شنو هو الزمان؟ من يقدر يفسر لنا الزمان؟ الزمان هو حكم علاقات الكواكب ما بين أنفسها، النسيج الفضائي وعلاقة الليل والنهار. أنت طلع عندك هو هذا الزمان. زمان هو العلاقة ما بين الفضاء والكواكب بيناتها بين نفسها، وأنت متأطر بيها ماخذ قانونها، هاي يجي ليل ويروح نهار ويروح نهار ويجي ليل، وأنت تحسب أيام عمرك. هو هذا الآن إحنا الآن خلي قعدوك في بيسمت في سرداب في طامورة لا تعرف منها ليل ولا نهار، يوقف زمانك، ما عندك ساعة، ما عندك، يوقف زمانك، ما تعرفه. شو وقت تعرفه؟ عرفه من المفروض أن تموت. يقول أنا ما أعرف، شايف واحد يقعد بمكان أو ينشغل وما يمه ساعة، ما يعرف الوقت، يضيع عليه الزمان. الزمان محكوم حكم علاقة بين الليل والنهار، هو هذا الزمان. طيب هذا بالتالي مخلوق، مخلوق نتيجة هاي الكواكب، مخلوقة الشمس والقمر، مخلوقة اللي تولد لك مخلوقة. فإذا شالت هاي راحت، وإذا راحت راح الزمان وياها، يضيع الزمان. إذن الزمان مخلوق وخالقه الله، وبما أن خالقه الله يقدر يوقفه. ليش؟ لأن المخلوق لا يمكن يكون علة للخالق، لا يمكن للمخلوق أن يكون قانون للخالق، لا يمكن للخالق أن يكون ضعيف أمام مخلوقة أو معلول إله. وبعبارة أدق، لا يؤثر المخلوق في الخالق، لا يمكن، بل العكس هو الصحيح. هذا أنت سويته، لا يمكن أن تكون معلول إله، بل أنت اللي تقدر تهلكه توقفه تغيره، لأنك أنت خلقته، أنت سويته. وبالتالي شيء طبيعي، ما دام الله خلق الزمان هو الله يقدر يوقف الزمان، وتصير القضية كن فيكون. هاي كن فيكون من باب المثل، من باب ضيق العبارة، وإلا القصة الله يوجد أي شيء يريده وانتهى الموضوع. كن فيكون من باب أنه بعد ماكو شيء أضيق من هذا المعنى يعبر عنه كن فيكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يتوقف الزمان ويتوقف كل قانون، ويكون فقط قانون الحق الذي يريده، وهو أن هذا الشيء يوجد يوجد انتهى، لأن كل الوجود معلول إليه بما فيهم الزمان. كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوأنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر
لو كانوا يعلمون. طيب هنا راح دخل موضوع آخر، ولكن ممكن أنه هذا الموضوع ينسجم مع موضوعنا اللي احنا فيه اليوم، عظمة الإنسان أو امتيازه. احنا الآن مخلوقات، امتيازنا من أحد أسباب الامتياز هو الوقت والسرعة. يعني أفرض الآن واحد يتكلف بموضوع، يقول تعبني لي بيت، يقول لك أعطيني سنة، والسنة أحسن من سنتين. واحد قل له تعال بني لي بيت، يقول لك بني لك ياب 6 أشهر، وبنفس مواصفات ذاك اللي يبني بسنة، قطعا راح تأخذه ب6 أشهر. ليش؟ لأن الوقت والزمان إلى قيمته إلى امتيازه. فإذا جاك واحد قال لك أنا بني لك ياب 3 أشهر بنفس امتياز ب6 أشهر وبنفس امتياز أبو سنة، لا شك يكون هذا بالنسبة لك عبقري ورقم واحد. ويجيك واحد يقول لك أنا ابن الكيا أجود من أبو سنة وأجود من أبو 6 أشهر وأجود من أبو 3 أشهر، يقول لك قد الوقت؟ يقول لك برمشة عين. يقول أنت هذا خارق، أنت ما محكوم بالزمان. يقول لك إيه، لأن أنا ما مقيد بزمانك، أنا أخذ من المطلق الغير متناهي. يعني سليمان عليه السلام لما راد يجيب عرش بلقيس، قال من اللي يجيب لي عرشها؟ فقال له الذي عنده عفريت من أو قال عفريت من الجن، أنا أتيك بقبل أن تقوم من مقامك. ستقدر يبقى بمقامه 2 أو 3 ساعات، يقعد على كرسي الملك، شقد يقعد بالجلسة هاي؟ مفروض من الصبح للظهر يقوم، فده 4-5 ساعات مثلا. يجيب الكيا من صنعاء إلى القدس اللي هي تطول ذاك الوقت 3 أشهر بالجمال بالكذا، 3 أشهر هو يجيبه ب5 ساعات. سليمان رفض، ما قبل، قال أريد أسرع. ليش؟ لأنه يعرف لطف الله وقدرة الله. فقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن ترمش تغمض عين تفتح عين تلقاه قدامك. فلما رآه مستقر ورأنا عنده قال هذا من فضل ربي. لاحظ ليش؟ هذا يدل على أنه الزمان ما إلى قيمة إمكانيات سليمان، لأن سليمان يعرف أنه أوتي ملكا عظيما. الآن رئيس دولة إمكانياته مفتوحة، أي شغلة يريدها يحتاجها، يبعث طائرة، يبعث كذا، يخرق أي قانون، أي دولة يشبه رأسين يشبه حطن، فالدنيا كلها عد. فهاي السرعة في التنفيذ والقدرة والدقة في التنفيذ تكشف عن عظمة صاحبها، تكشف عن إمكانياته المتوفرة. وهو بشر عادي، لا يفكر باسبورت، لا بفلوس نقصة، لا برجال يخدموه، لا بقوانين، لا بأعراف يروح يجيبه ويسوي، خلاص ده رئيس دولة يصدر أمر الوزير الخارجي، هذا السفير الفلاني روح اشتروا فلان شغلة من فلان دولة جيبوها بطائرة خاصة وتوصل عدي بكرة الصبح، وإحنا إذا نريدها لازم نروح نقدم معاملة وروح نسوي فلان ويقبلون لو ما يقبلون، وبعدين تطلع مثلا غالية لازم تسوي لها مبلغ معين وتحط شحن خاص مثلا، هاي السياقات الطبيعية. مو هذا لا يروح يجيبها بطيارة ويجيبها، مثل ما أفرض نسمع بعض الملوك والرؤساء يجيبوا له غدا من فلان مطعم من فلان دولة يجيبونه حار سخن، يعني مثل ما أدري أكو شيء، لكن فعلا سمعنا هيك شغلة. كيف هاي التهيغ مصر عنده؟ مصر عندك. ليش؟ لأن هذا عنده إمكانيات. مرة ينقلون هذا المقبور مال العراق مهلوك الهالك، أراد شغلة من شيراك في فرنسا، وكان ذاك هم رئيس بلدية، مو أنه بعد رئيس جمهور، رئيس بلدية جاك شيراك، فما أعرف شنو رادوا من عند هذا أبو العراق المقبور. فسأل هذا شي حيب ما يحيب، قالوا يحب السمك، يقولون أخذ له سمك حي بالطائرة
وراح وداه باريس وخذوا يا طباخه ما ادري شنو وعملوا له سمك هذا وجابوا له سمك تازه ما ادري شلون ورتبوه وقعد في قعده خاصه واخذ من عنده اللي يريده جابه بالطياره وداه له ورتبه وحطه. وهذيك شو عن امكانيته انت تقدر تسوي شيء وطير الطياره ويقبلون له المطارات وتجيبه وتحط. اذا هاي دليل على الامكانيه دليل على القدره مو الحق. هذا البشر يقدر يلغي الاوقات يلغي الامكنه والازمنه ويوقفها ويسوي كل شيء. الله الغير متناهي اذا تيجي تخلي قدرته المفروض تقول ماكو زمن. الان هاي الملوك الرؤساء والامكانيات الضخمه اللي عندهم صح اكو عندهم زمن مو ما انه سريع الزمن لكنه في زمن بالتالي في وقت. زين يقول لك هاي الشغله بشر عادي ما يقدر يسويها انا اسوي لك اياها بليله او بيوم بالتالي اكو وقت. لاحظ الله عز وجل مع هالملك العظيم الغير متناهي والقدره اللي لا توصف بعجز لازم شو تصير القصه وياه؟ كن فيكون. كن فيكون اذا مو خارق للطبيعه بل هو ينسجم مع لا متناهي. كن فيكون مع القدره المطلقه المفروض تصير المساله كن فيكون. اذا اردنا شيء امرناه يمتثل انتهى الموضوع. فهذا مفروض لازم يجي مع طلاقه القدره كن فيكون ينسجم مع طلاقه القدره. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. طيب تخيل لو هاي طلاقة القدرة الله الله العظيم مع هذه العظمة والجبروت ولا يوصف بعجز بحال من الأحوال ويكون له مظهر لإرادته وهو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله اللي وحدة من زوجاته قالت ما أرى ربك إلا سريعا في هواك. أنا أشوف شي تريد الله يسوي لك. لاحظ إني أرى ربك سريعا في هواك. تعبير هواك يعني القصة يجوز بعدها ما واصلة أنه يطلب يعني ما يحتاج يطلب بس يرغب يهوى يعني يحب الله ينسوي له ينفذ له. أرى ربك سريعا في هواك وما يتعطل عليك سريع في هواك. تتخيل تقدر تتخيل هذا الوجود المقدس شنو من وجود اللي اسمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله. تقدر تتخيل عظمته بعد تقدر تحد حدود عظمته روحي فداه صلى الله عليه وآله. لا يمكن أن تقدر توصفه أو تحد بحد أو تخلي واحد يداني بمجده انتهى الموضوع. هو خلي خط أحمر وانتهى الموضوع هيك أفضل. ولذلك إذا تيجي تعرف نفاق واحد اعرف كيف يتعامل مع رسول الله. يعني شرف كل إنسان عظمته وشرفه شقد علاقته بالنبي صلى الله عليه وآله مدى احترامه للرسول تعرف شرفه. يعني العظيم كل العظيم الذي يعظم رسول الله شقد يعظم رسول الله اعرف هذا كبير. اما هذا اللي يتكبر على النبي ويتصور نفسه قاعد يتكبر اعرف ان هذا احقر شيء هو حقير لا يمكن ان ينظر اليه بحال من الاحوال. يعني مو شرف انك انت ما تحترم رسول بل الشرف كل الشرف انك تحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لو نريد نغرب الفرض الصحابة اللي كانوا حايشين ذاك الزمان أدركوا زمانه ورأوا طلعته لازم نخلي المعيار هذا ما تعاملهم مع النبي كيف كانوا يتعاملون مع النبي. أشد طاعة له هو أعظمهم عند الله هي هاي المعيار. وبالتالي واضح أنه لا يوجد أطوع له من علي وأحب إليه من علي سلام الله عليه الذي قال كان لي مالك كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان واضح كان مطيع للنبي يعني ما كان يناقش ما كان يرد كان شيء يقول للنبي ينفذ أي رغبة لرسول الله ينفذ. كان حريص على رغبة رسول الله
على ما يرغب. ليش؟ لأنه يعلم الله حريص على هواه، سريع في هواه. لاحظ يعني النبي أمير المؤمنين في طريق اليمن لما إجا من اليمن وجايب حلي معاه، ولما راح إلى هذا وسبق جيشه قال لهم أنتوا سبقوني أنا راح أسبقكم إلى رسول الله وتعالوا. فالنبي أمير المؤمنين سبقهم وراح إلى التحق بالنبي وهو جاي إلى حجة الوداع، فأدرك رسول الله. وبعدين لما راحوا إلى مكة وصل الجيش، الجيش يأخذ وقت حتى يوصل، فأمير المؤمنين راح أسرع منهم. فلما رآهم قد لبسوا الحلل، يعني أخرجوا بعض الحلل ولبسوها ثياب، فقال للذي استخلفه عليهم ويلك ما هذا؟ قال لذولي جنود وتعبة وهاي النبي راح يقسمها عليهم، فأنا ما حبيت يدخلون مكة بثياب رثة وبها سفر وتعب وحاربة وتراب ووضع، فألبستهم جديدا من هاي الحلل اللي غنموها. فلا قال ويلك قبل أن يراها رسول الله ويأخذ الذي يريد. ممكن النبي يريدهن، يعني النبي إلى حق الصفايا يصطفي من يريد، النبي قاعد ممكن يقول لك هاي الثياب خلوها أو أخذ من عندها بمقدار اللي اختاره حتى يهديها حتى يتصدق أو يأخذها بكيفه. وهم ذول ما عملوا حرام، عملوا أنه شنو أنه قال لك إحنا وين راح يوزحوا علينا، لكن المفروض شنو يتركون أنه للنبي لعل النبي يصطفي ما يريد. لاحظوا الأمير منين وجمعها من عندهم، جمعها نزعهم وخذها من عندهم. أمير منين كان حريص على رغبة النبي، على هوى رسول الله، على ما يريد ويشتهي النبي. هذا الذي حريص على الرسول قبل أن يفكر قبل أن يأمر. لاحظ هذا دليل على عظمته هذا الرجل، وأنه أولى الناس بالناس بعد رسول الله، لأنه أحرص الناس على رسول الله. يعني شرف كل شريف هو خدمته للنبي، ذوبانه في الرسول، هذا يكشف عن عظمته. ما نجامل أحد، نحترم كل واحد لا يحترم رسول الله، كل قيمة مائلة اللي ما يحترم رسول الله أو الذي ما يرغب بما يرغب فيه رسول الله ببساطة. ليش؟ لأن الله سريع في هوى، لأن الإله عن طريق يجي، عن غير طريق ضلال، غير ضلال غير نار. لاحظ إنما عرفنا الحق منه صلى الله عليه وآله تعالى. الآن هاي الحقائق احنا من وين عرفناها؟ لولا القرآن الذي نزل على رسول الله. من وين عرفناها؟ من وين نقدر نعرفها أصلا؟ نقدر نوصل لها؟ ما يمكن. وبالتالي أعظم نعمة الله نعم علينا أن بعث فينا هذا العظيم صلى الله عليه وآله. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، إن شاء الله هاي الآية نتركها إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.